نوفمبر 2020 بيبر 2 فاريانت 1 والسؤال ال 32. تعالوا نشوف قصته شكلها عامله ازاي. السؤال هنا يا جماعه بيتكلم بيقول لي ان ويتش سيركت از ذير جاست ا سنجل لامب ليت. مين السيركت في دول اللي فيها جاست ا سنجل لامب ليت؟ تعالوا نمشي. احنا عارفين يا جماعه ان الكرنت بيطلع من البوزيتيف يدخل في النيجاتيف، فتعالوا نمشي وراه بهذا الشكل. الدايود يا جماعه هيسمح للكرنت انه يعدي يمشي كده، هيبدا الكرنت يتوزع، فالدايود ده برضو يسمح للكرنت انه يعدي، ما فيش مشكله. يجي هنا برضو الدايود ده زي ما انتم شايفين ازاي ان سهم الكرنت جاي مع سهم الدايود. اذا يا جماعه في الحاله الاولى من الواضح يا جماعه ان اللمبتين هينوروا في السيركت بي. تعالوا نبص عليها، الكرنت هيطلع كده مش هيسمح لي انه يعدي اصلا. وعايز اوضح حاجه يا جماعه، ده مش معناه ان الكرنت خرج من البوزيتيف ووقف هنا. يعني ما يجيش حد يقول يا مستر يعني انا لو حطيت لمبه هنا هتنور ليه يا ابني، لان الكرنت اهو خرج ومشي في الحته دي. يا جماعه هو الاسهم دي جاست استرشاديه ليا انا عشان اعرف اذا كان في كرنت اصلا هيطلع ولا لا. بمعنى مجرد ما تلاقي الدايود شكله كده فده معناه ان مفيش كرنت طلع اصلا. امال السهم ده، السهم ده معناه ايه؟ السهم ده جاست عشان انا بس استرشد لنفسي كده واعرف هل الكرنت هيستوب ولا هل الكرنت هيمر. اذا عايز اكرر، ده مش معناه ان الحته دي كده فيها كرنت، لا، هو الكرنت ما طلعش اصلا. تمام؟ طبعا من الواضح يا جماعه ان لا اللمبه دي هتنور ولا اللمبه دي هتنور. سي تعالوا نشوف، هنمشي كده يا جماعه. دي هتعدي. تيجي هنا يا جماعه الطرف ده مش هيعدي. ليه؟ لان سهم الكرنت جاي ضد سهم الدايود، فبالتالي هنلاقي هنا ان لمبه واحده بس هي اللي مسموح لها تنور. لو بصينا على دي، دي زي بي بالظبط يا جماعه، مش هتنور اصلا ومفيش. اذا الوحيده اللي فيها سنجل لامب ليت هي يا جماعه الاجابه رقم سي، هي دي الوحيده اللي فيها لمبه واحده بس هتنور.